ممن بغى وتجبر. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر. كان رجل اسمه أبو بكر المسكي، هو ما اسموش كده أصلا، هو اسمه أبو بكر حاجة تانية، بس اشتهر باسم أبو بكر المسكي لأن الناس تقعد جنبه أول ما يتكلم أو أول ما يقعد تشم من ريحة بقه ومن ريحة جسمه كله رائحة المسك 24 ساعة، وعلى شرط ما بيحطش مسك، هو يتشم من ريحة المسك كده لوحده كده عمال بيفوح مسك. فسألوه عن السبب، إيه حكايتك؟ عمرنا ما شفناك لا بتحط مسك ولا حاجة وريحتك على طول مسك. قال لهم في يوم من الأيام وأنا راجع من مسجد إلى البيت بعد صلاة العشاء، امرأة نادت علي وقالت لي في ثعبان في البيت ومش عارف إيه والحقني، فدخلت فأغلقت الباب. قالت ليس هناك لا ثعبان ولا فأر ولا أي حاجة، أنا عايزاك إيه تفعل الفاحشة، ولو ما فعلتش الفاحشة الآن سأصرخ وأجمع الناس جميعا وأقول لهم جميعا أنك قد تعرضت لي وأنك قد اعتديت علي. هيعمل ايه في الموقف؟ موقف صحيح، حله ايه ده؟ ملوش حل. قال له طب خلاص تحت امرك. فشوف بقى الراجل بقى ذاكر ازاي؟ قال له تحت امرك، بس تأذنيني بس اتزين ليكي، اخش كده اغسل نفسي كده واخد دش ومش عارف ايه عشان برضو يعني جسمي عرق يعني. قال اتفضل حمام اهو. دخل الحمام يا جماعه، الله الذي لا اله غيره، شيء عجيب. دخل الحمام فاخذ يدهن جسده بالغائط، بالغائط يعني اسف يعني بالبراز، اخذ يده يدهن جسمه، يدهن جسمه كله لحد ما دهن جسمه كله بالغائط، ثم خرج لها وقال هل امي زي ما انت عايزه. شمت الرائحه قالت له ايه ده، اتفضل بره. فقال لا طب اللي انت عايزه اعمليه. قالت له اتفضل. وقعدت تصرخ زي المجنونه. فخرج قال فحمدت ربي اني ما اغضبته وما فعلت فاحشه تغضبه. يقول بس كنت متأذي من رائحة، رائحة صعبة جدا. راح البيت اغتسل مرة اثنين ثلاثة عشر مرات والرائحة مش عايزة تروح. فنام وهو يبكي يقول له يا رب بقى انا تركت الفاحشة والريحة دي مش عايزة تروح مني، وانا عايز اصلي الفجر هخش المسجد ازاي بالريحة دي. فسمع منادي مناديه في المنام، اما انك اذ فعلت ذلك من اجلنا لنطيبن رائحتك إلى أن تلقانا. قال فأصبحت فشممت المسك يفوح من جسدي ومن فمي، وإلى يوم هذا يفوح المسك، فسمي هذا الرجل أبو بكر المسكي. ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، وبات بالله يكفر، وراح بالكفر يجهر.